السلام عليكم شباب، مرحبا. اليوم بهذا الفيديو راح نرجع نطرح موقع ايبوت للمرة الثانية، مع اني انا كنت شرحته المرة الماضية، بس المرة الماضية كان في مشاكل بالصوت، وانا بعتذر عن الفيديو اللي شوي كان في مشاكل عليه. المهم اليوم راح نحاول نشرح الموقع بطريقة اسرع شوي. هو نفس الفيديو الماضي، بس راح أحاول أستعجل بالشرح، بس الموقع شرحه على القليل بيطول لساعة. المهم هو موقع اختصاصه بالتعدين السحابي، بتعدن العملات، يعني بتبعت الساتوشيات اللي عندك لهون. مثلا إذا عندك 1000 ولا 2000 ولا 1000000 ساتوشي، هو بيعطيك بالنسبة على الساتوشيات اللي عندك. إذا عندك 1000000 تعطيه، مثلا هو بيعطيك باليوم مثلا 3%، 10%، 5%، حسب المعاملة اللي انت بدك تبلش فيها. المهم اول شي بنيجي على الساين اب او التسجيل، بتضغط على كلمة ساين اب. من كلمة ساين اب بيطلع لك عندك فراغين، الفراغ الاول بيطلب منك الايميل، والفراغ الثاني بيطلب منك الباسورد. بتدخل الايميل، شوف مثل ما هو موجود. انا حتى ما راح امسح الايميل، يعني هذا الايميل الموجود ما راح امسحه ولا راح اعتم عليه، يعني بالفيديو. الايميل مثل ما هو، بتنزل اي ايميل بدك. المهم بتكون الايميل، يعني لازم تكون بتعرف الايميل مشان ترجع تفعل الايميل، لانه بيبعث لك رسالة ساعة التسجيل. حاليا اذا بدي اسجل بيبعث لي رسالة تسجيل على الإيميل الخاص فيني. أوكي، أنا حاليا مسجل، بيجي على التسجيل على الدخول، لوجين، بيجي على الدخول. هو على أغلب الأحيان بيعطيك هون كابتشا. أوكي، دخول، هون بلش عندي بتسجيل الدخول. أنا الموقع صار لي فيه يمكن أكثر من 6 شهور. الموقع حلو، الموقع كويس، بس الموقع فيه مشكلة. إذا بدك تعدل بالمبالغ الكبيرة، يعني أنت بدك تستنى، يعني أقل عقد عندك هون بهذا الموقع 5 سنين، يعني بدك تستنى فترة طويلة لحتى تحصل أرباح. وأنا ما بنصح بهذا الشيء، بالذات لأنه الكل عم يشتكي من صعوبة التعامل مع هذا الموقع. اوكي، عندك الموقع اول ما ببلش بيعطيك كل يوم 1 دوجي كوين، هون 1 دوجي كوين. الموقع بيعدن من البيتكوين لللايت كوين للبلاك كوين لاي عملة بدك. اوكي، وبيعطيك برامج. شوف لو بتجي هون بيعطيك برامج، يعني بتجي على كلمة بروتكت كلاود مايننج، هون بيعطيك السحابة التعدينية. هون شوف بيعطيك قوة السحابة، وإذا بدك تشتري عن طريق الباي بال ولا عن طريق العملات الإلكترونية الموجودة عندك هون، هذا هو خيار الباي بال. بيعطيك إنه نعطيك باليوم مثلا كذا، وبتحسب إذا في عندك مثلا 10 جيجاهاز، بيعطيك مثلا باليوم 20 ولا 30 ألف ولا شو ما كان. المهم هذا الخيار ما بيهمنا. الخيار الثاني اللي هون تحت الفولدينج كلاود فولدينج، هذا الخيار يعني ما عاد يشتغل مثل الاول. بالاول كان شغال كويس ما احلى. وهذا الخيار على كل الاحوال بيعطيك بعملة الكوري كوين. يعني بنرجع على الاكونت، شوف انا عندي حاليا هذا المبلغ بالفلاودينج، شوف هذا المبلغ الموجود، هذا المبلغ الموجود حاليا بيعطيني بس بهاي العملة، ما بيعطيني يعني اذا انا بدي زيد قوة التعدين للبيتكوين ما بيتعامل فيها، بيعطيني بس بالكوري كوين. وانا اذا بدي اعدل بالكوري كوين حاليا، يعني قبل كان ياخذ عليه عمولة 5%، حاليا بياخذ عليه عمولة 20%، يعني ما كويس، ما بنصح حدا فيه. اوكي،
نرجع على الخيار اللي بعده، هذا السوفت وير. السوفت وير بيعطيك، شوف، للويندوز، للماك، لللينوكس، لكل هاي بيعطيك سوفت وير لكل البرامج الموجودة. يعني انت اذا بدك تعدل شوف يطلع لك، وشوف هذا الفيديو، انت فيك تستفيد من هذا الفيديو اذا بدك. انا نزلت البرنامج وعدلت عليه 4 ايام، ما استفدت منه شيء. يعني عبارة بس بتجيك فاتورة الكهرباء اكبر، والتعديل ما بتستفيد منه شيء زيادة. يعني اذا بدك تعدل من خلاله فينك تعدل. شوف، نرجع الاكونت، بامكانك تعدل من خلاله البيتكوين والريد كوين واللوجي كوين، بس الموقع بالشو التعدين، يعني التعدين هو جماعي. يعني شو ما بتجمع هاي المجموعة اخر شي بتقسم تقسيم، يعني ما بنصح فيه. اوكي، بنجي على اول عقد، لاول واحد بده يشتري اي شيء. بدك تبلش بهذا الموقع، لانه اول ما بتبلش انت بهذا الموقع بتكون كل الارقام هاي صفر 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 على الشمال. اوكي، انت بدك تبلش اول شيء بتحط السهم على البيتكوين اذا بدك بيتكوين. اذا بدك دوجي كوين، هون بتحول السهم من هون من القائمة على الدوجي كوين. تجي تنزل على خيار الدوجي كوين، شوف. بدك باللايت كوين، ما في مشكلة، بتجي على خيار اللايت كوين، بتضغط على خيار اللايت كوين. شوف، حاليا راح يتحول هذا المربع الموجود، شوف هذا المربع الموجود راح يتحول على اللايت كوين. بمجرد الدخول على هذه القائمة بتكبس على رمز اللايت كوين. بمجرد الضغط على هذا الرمز بتحول مربع التعدين لهون. قوة التعدين الموجودة عندي حاليا، هاي هي القوة الموجودة عندي حاليا. اوكي، اذا بدك تشتري بهذا الموقع عن طريق البيتكوين اللي موجود عندك او عن طريق البايبال، لازم تنزل لتحت على الكلاود مايننج. بالكلاود مايننج، لما بتضغط على الكلاود مايننج، شوف، بمجرد الضغط على الكلاود مايننج بيطلب منك هذا الخيارين، يعني بيعطيك هي اول خيار بالبايبال والخيار الثاني بالعملات الالكترونية الموجودة عندك. اذا بدك تحول مبلغ لهذا الموقع لازم تاخذ الاي بي ادريس تبع الوالد. اوكي، شوف، ننزل تحت. لما بتكبس على هذا الخيار يعطيك العملات الموجودة عندك. مثلا انا عندي حاليا موجود بهذا الموقع، انا اللي موجود حاليا بهذا الموقع عندي، مثلا انا عندي 35,000 ساتوشي. بامكاني اشتغل بهاي العملة، بامكاني يعني عدل بهاي المبلغ الموجود. بطلب اول خيار التعدين. اول خيار التعدين هو عقد لمدة 5 سنوات. عقد لمدة 5 سنوات البيتكوين، لما بتكبس على هذا الرابط على هذا الرمز يطلع لك الخيارات الموجودة لسحابة التعدين الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. الأولى العقد بيكون لمدة 5 سنوات. شوف، هون عندك الكلاود 5 years rental، هون عندك 24 ساعة. يعني إذا بدك تزيد قوة التعدين بتطلبه، وما بنصح بتزيد الخيار لمرتين لأنه بتخسر العملات الموجودة. لأنه إذا بتاخد أول خيار $5 ولا $10، بترجع تكبس نفس الخيار بتضيع عليك العملات الموجودة. 2، خيار الكلود فولدينج لا تستعمله لأنه ما عاد في منه فائدة مثل الأول. عندك الخيارين، الأول لمدة 5 سنين، هون الكلاود اس اتش ا 256، 2.05 سنوات
رنتل، أوكي. وعندك اللي بعده ل 24 ساعة، وعندك الخيار سكريبت، كلاود سكريبت لمدة 24 ساعة. هذا أقوى خيار موجود، هذا هو. شوف هذا هو الخيار، إذا بدك تعدل فيه مباشرة، بياخذ يعني على كل واحد من هذا الـ MIS بياخذ عليك $10. إذا وممكن بيعدن حتى ب 50 ساتوشي، ما في مشكلة. المهم تنزل لتحت، شوف عندك هاي أول شي، عندك هاي النجمة بالريفيرال، هون اللينك إذا بدك لينك الريفيرال، بتشوفه هون. هون عندك البول انفو، شوف هون بدك كمان أي برنامج بتنزله داونلود للويندوز، أوكي. بيو ماينر، هون عندك كل الخيارات الموجودة، ولكل خيار في له كلمة السر والباسورد وأي شيء، أوكي. الخيار اللي بعده عندك هون هاي الهيستوري، الهيستوري لو بتنزل لتحت بتشوف الهيستوري شو بعت لك، يعني آخر معاملات اللي بعثها. شوف أنا حاليا بحول لي مثلا أو أي مبلغ، أنا بستعمل هذا الموقع لأنه بيحول لي البيتكوين والريد كوين. شوف نرجع على الأكاونت، أنا إذا بدي أحول أي مبلغ لهذا الموقع لازم أنزل على خيار الديبوزيت. لما بتجي تنزل تحت على هذا الخيار، شوف ضغطنا على كلمة ديبوزيت تحت، فتح عندي كل هاي العملات الإلكترونية. شوف الشخص لما يفتح أول مرة بتكون هون موجودة كلمة، بس كلمة وحيدة باللون الأزرق، لما بتضغط على هاي الكلمة بيعطيك بدالها أدريس، تاخذ هذا الأدريس كوبي إذا بدك تعدن إذا عندك عملة البيتكوين بدك تحول البيتكوين. إذا عندك عملة لايت كوين بتضغط على نفس الكلمة بيعطيك أدريس مثل هاي طويل، شوف تاخذه كوبي، تروح على المحفظة اللي عندك بتبعث اللايت كوين، يعني أي عملة بدك تبعث من خلال أي محفظة لازم تاخذ نفس العملة، من نفس العملة نفس الأدرس. ما بتجي تاخذ مثلا من دوجي كوين وتروح على محفظة بيتكوين تبعت بيتكوين، راح تخسر كل الأموال اللي بدك تبعثها. أنا بستعمل هاي المحفظة أو هذا الموقع اللايت كوين، أنا ما في داعي أفتح في محفظة. الدوجي كوين، DHS، الريد كوين، يعني هاي العملات جمعها من كل الصنابير الموجودة أو المواقع الموجودة. يعني عندك شوف الموقع اللايت كوين، مون لايت كوين بيعطيك باليوم مثلا 500,000 لايت كوين، أوكي. شوف أنا حاليا عندي هذا المبلغ، شوف المبلغ 3,700,000 لايت كوين، أوكي. أنا أخذ الأدرس تبع الموقع، شوف هذا الأدرس، شوف هذا الأدرس، شوفه. راح أكبر اللوحة، راح أكبر الشاشة مشان يبين عندك شوف. شوفوا هذا الادرس، لما بنرجع على برنامج الايبود بتشوف نفس الادرس موجود عندي. ننزل لتحت، شايف الادرس؟
الأدرس هذا نفسه، أنا ما في داعي أحفظ، يعني عندي يكون 10 محافظ لحتى أشتغل بهذا الموقع، لا، أنا عندي محفظة واحدة أساسية اللي هي البيتكوين، أوكي؟ والبقية المحافظ ما في داعي أنت تكون عندك محافظ، أنت بتاخذ هذا الأدرس وبتجي على المون لايت كوين، المون لايت كوين لما بيحول لك هو بيحول لك كافة العملات كل أسبوع، أوكي؟ أنا بكرة مثلا نرجع نصغر الشاشة لأنه خلينا نشوف شو أنا يعني يوم الأحد من كل أسبوع شوف هون تشيك أوت هون يعني بيحول لي هو كل المبالغ الموجودة على الأدرس أوكي آخر تحويل حول لي إياه مثلا موجود بالتاريخ بالتاريخ خلينا نشوف هون بهذا التاريخ آخر معاملة من هذا الموقع بهذا التاريخ وصلت للإيبوت أوكي يعني كل أسبوع بيبعث لك المبالغ من دون ما يكون عندك محفظة أنت بيكون عندك أنت بتكون عبارة عن وسيط بتاخذ هذا الأدرس من هون شوف تاخذ هذا الأدرس هون الأدرس اللي هون موجود تجي بتحط الأدرس وبتحط إيميل ما في مشكلة بتحط أي إيميل بس هذا الأدرس اللي بيطلبه منك بتصير بتبعث المبالغ كل أسبوع لهذا الموقع ونفس الشيء يعني نفس الشيء عندك بالدوجي كوين الدوجي كوين أنا عندي كمان يعني باخذ هذا الأدرس كل شيء مواقع بتعطيني دوجي كوين أنا ما في داعي أفتح محفظة بالدوجي كوين لحتى أصير أشتغل بهذا الموقع المواقع اللي بتعطيني أيوة دوجي كوين واللي مشهورة عندك المون دوج كوين شوف المون دوج كوين كمان بعطيك كل أسبوع أوكي وهو صنبور دائر بكل الأحوال يعني هو صنبور أو يعني موقع بيعطيك الساتوشيات بمجرد التسجيل يعني إذا بإمكانك تدخل عليه كل 5 ساعات أو كل أسبوع بيعطيك بس حاليا عم يعني إذا بتفوت كل 24 ساعة بيعطيك 1% بونص بيعطيك 1% بونص أوكي وهذا الموقع شغال بكل الأحوال يعني شغال حتى لما تطفي الكمبيوتر عم يجمع لك الساتوشيات يجمع لك الساتوشيات لما أنت بتجي بتدخل بتجمع بس عبارة إن بتجمع بهذا الشكل أوكي أنا عندي حاليا موجود مثلا حاليا عندي موجود 13 دوجي كوين أوكي ننزل لتحت نكبس على الكلايم ناو هاي الكلمة اللي بتطلع تكون عندك بلاي أو شو ما كان أنا عندي حاليا لأنه بألمانيا بيعطيني إياها الكلمة تساين أو شو هي بتجي بالإنجليزي بالعربي ممكن تطلع عرض يعني ما في مشكلة ندخل هاي الكابتشا الموجودة ونضغط على كلمة سبميت اوكي شوف حاليا بننزل لتحت نشوف هو شو اعطانا هو بيعطيني كل يوم مثلا 1% بونص يعني حاليا انا صار عندي هذا البونص 31% 1% على كل ريفرال 1% و7% هو يعني هاي حسابات يعني اعتباطية اوكي ال 13 دوجي كوين حسب اليوم 18 دوجي كوين راح بيصير التحويل كل يوم مثلا احد على موقع الايبوت اذا بامكانك او اذا بدك مثلا بتشوف اي عملة الاغلى مثلا انا عندي حاليا
الدا اس ها غالي، دولارين وتسعة وأربعين سنت ماشي، هاي الأسعار. مثلا البيتكوين حاليا 235 دولار، اللايتكوين حاليا دولارين وستة وثمانين سنت، الدوجي كوين ما زيادة، بس الدوجي كوين أنا بجمع الدوجي كوين حاليا لعل وعسى يرتفع السعر ماشي. ونرجع على الخيار اللي بعده، ودراو أو مثلا سحب الأموال. لما بتيجي على كلمة سحب الأموال هون، كلمة سحب الأموال ما بدها أي شيء، بدك الأدرس تبع البيتكوين تبع المحفظة الموجودة عندك، إذا كانت بإكزابو ولا ببلوكشين، بتدخل الأدرس أوكي. وإذا بدك بتحط هون مبلغ، مثلا كل 500 ألف أو كل مليون ساتوشي بيحول لك إياهم أوتوماتيكلي، أو إذا بدك بتحول مانوال. يعني أنا حاليا موجود عندي هذا المبلغ، أنا بإمكاني بس أضغط على كلمة ويدراو. شوف أنا بإمكاني أجرب، أضغط على كلمة ويدراو أوكي، حول المبلغ. أو ثواني، لأنه لا المبلغ قليل، لازم يكون عندك على القليلة 100 ألف ساتوشي، 100 ألف ساتوشي لحتى يحول. أوكي، أقل مبلغ بإمكانك تحوله من خلال البيتكوين هو 100 ألف ساتوشي. وإذا بدك تحول من اللايت كوين كمان بتدخل الأدريس تبع اللايت كوين، بس إذا ما عندك محفظة اللايت كوين أو بالدوج كوين أو بأي عملة ثانية، بتحول العملات لهذا للبيتكوين، وبعدين بتصير تسحب الأموال للمحفظة الموجودة عندك بالبيتكوين. تجعل هذا الخيار تحويل العملات، شوف بيرجع بيجدد اللوحة، هو بتنزل لتحت شوف بيعطيك هون هذا الخيار بيتكوين، هو برأس القائمة على طول بينزل لك البيتكوين، وبيعطيك هاي الكلمة from to، يعني من إلى. ما بدك تحول أنت من البيتكوين، شوف من البيتكوين أو من اللايت كوين أو من الدوجي كوين. إذا شوف شو عندك مبلغ، مثلا إذا عندك لايت كوين، أنا مثلا بدي أحول من اللايت كوين، بضغط على هذا الخيار بعمل ريستارت، هو بيشوف شو في عندي باللايت كوين. عندي مثلا باللايت كوين هذا المبلغ حاليا موجود، بدك تحول اللايت كوين للبيتكوين، بتيجي على هذا السهم من القائمة، بتنزل لتحت على خيار البيتكوين، يعني انت بتحول من البيتكوين من اللايت كوين عفوا للبيتكوين. اوكي، بيرجع بيجدد الصفحة، بيحسب لك اياها هون، هو حاليا بيحسب لك انه هذا المبلغ انا باخد عليه عمولة 5%، بعطيك هذا المبلغ اوكي. لما بتضغط على هذا الخيار باي اوكي، راح مباشرة بس تضغط على، شوف اضغط عليه بيعطيك، بس بتعطيه موافق، راح يحول لك العملات اللي موجودة باللايت كوين للبيتكوين. ونفس الخيار بيمشي على كل العملات، يعني راح ألغي هالمعاملة، ونفس الخيار بيمشي على الدوجي كوين أو أي عملة بدك، أي عملة بدك من هذا الموقع بهالطريقة. وعندك خيار هذا الخيار لما بدك تزيد قوة التعدين، يعني أنا حاليا عندي مثلا أيوة 10 مليون أوكي، أو ولنفرض الرقم الأول، بس أنا عندي حاليا 10 جيجا هاش أوكي. العشرة جيجا حاليا هاي الموجودة، أنا بدي زيدها، مثلا بيطلب مني اي خيار بدك بالباي.
الموجودة. انزل لتحت شوف، انزل لتحت بيطلب تحديد العملة، بتحدد العملة الموجودة. مثلا أنا حاليا عندي مثلا أكتر شيء، يعني أنا بعد آخر سحب ما خليت شيء بهذا المبلغ بهذا الموقع، لأنه أنا ما أتعدد فيه مثل الأول. أنا بس دفعت عليه اللايت كوين والبيتكوين والدوجي كوين، وباخذ البونص حاليا. راح نرجع للبونص آخر شيء. بتحدد المبلغ الموجود، مثلا بدك تزيد قوة التعدين، هذا العدد لازم يكون أكثر، يعني لحتى يعطيك باليوم لازم يكون 20 أو 50 أو 100، حسب قوة المبالغ اللي عندك. يعني عندك مثلا مليون ساتوشي، مليونين ساتوشي بتحول وبتصير تبلش. أو إذا بدك ما بتحول أي شيء، تاخذ الأدرس اللي موجودة مثل ما حكينا، تيجي على كلمة ديبوزيت، أوكي، تنزل لتحت تاخذ أدرس تبع اللايت كوين، وتروح على كافة صنابير اللايت كوين بتجمع، وبصير يبعث اوتوماتيكلي لهذا الموقع. اوكي، واذا بدك تاخذ الادريس تبع اي عملة بدك، هون عندك ايوه بلاك كوين، الان ام اس، اوكي، بدك الدوجي كوين، اي عملة بدك تاخذ الادريس، بتروح على الصنابير الموجودة. هاي الصنابير بتحول لك المبلغ مثلا لهون مباشرة. نرجع لهذا الخيار اللي كنا بدنا نزيد فيه الكلاود مايننج. الكلاود مايننج بتنزل لتحت، بيطلب منك اي خيار بدك، بيعطيك خيارين، بالبايبال ولا بالعملات الالكترونية الموجودة. بالعملات الالكترونية الموجودة حاليا ما راح نضيف شيء من البيتكوين، او عفوا من الباي بال. ننزل لتحت، انا بدي القوة بالعملات الموجودة اللي عندي باللايت كوين، بضغط على خيار اللايت كوين، بيرجع بيصفر اللوحة، بيرجع بيعيد. ننزل لتحت، بشوف المبلغ الموجود عندي. المبلغ الموجود اللي عندي مثلا انا عندي هذا المبلغ باللايت كوين، بيطلب عليه عمولة هو 5% اذا كنت انا بدي اشتري هذا العقد. لا، انا ما بدي هذا، انا بدي لانه هذا حاليا موجود عندي هذا العقد. اذا اشتريت فيه مرة ثانية، اذا اخذت نفس العقد مرة ثانية، بخسر الاموال الموجودة عندي. هاي الاموال اللي عندي بتصفر بالمرة. بنزل على خيار السكريبت، هذا السكريبت بضغط عليه، بيرجع بيحسب مع نفسه، يعطيني اللوحة هو حاليا. بيطلب مني انه هذا الخيار اللي انا حددته، هاي الخيارين الاول والثاني، على هذا الخيارين، هاي العملة الموجودة بالسكريبت ل 24 ساعة، بياخد 5% هو حاليا عمولة فيه، بيعطيني هذا المبلغ الموجود. اوكي، انا لما بكون موافق بضغط على كلمة باي سكريبت 24 اور انتر، بضغط على كلمة موافق، خلص انا اشتريت. بيعطيني هون هذا التاريخ مثلا ب 25/9/2015، انا عندي هذا العقد بلش ل 24 ساعة، يعني لبكرة لنفس الوقت هذا بيخلص هذا العقد 24 ساعة. بنرجع للأكاونت، ننزل لتحت شوي، نشوف هاي الكلاود سكريبت. شوف هاي الكلاود سكريبت، وهذا العقد اللي موجود عندك حاليا قديم. الكلاود سكريبت هذا الموجود حاليا لمدة 24 ساعة، شوف بيعطيك هون 23 ساعة و59 دقيقة. اوكي، هو بيعطيك ديلي مثلا باليوم مثلا هذا المبلغ. هو المبلغ كان يعني
ماني متأكد منه 500 ألف لايت كوين ولا شو ما كان. المهم المبلغ لما بيكون أكبر بيعطيك القوة أكبر. نرجع نشوف، شوف القوة التعدين زادت ولا لا، شوف شلون. فأنا هون شو بدي استفيد؟ انا ماني مستفيد شيء، لانه انا اخذت من اللايت كوين ورجعت حطيت هذا الخيار على اللايت كوين. هذا الشيء ما هو مزبوط، هذا الشيء غلط. انا بامكاني زيد القوة الموجودة عندي، هاي انا كان بدي زيد هاي القوة الموجودة، قوة التعديل الموجودة هاي على هذا الخيار من القائمة، انزل لتحت على الاخير شوف الخيار GHS 2.0. اوكي، لما بضغط على هذا الخيار ينزل المربع، ينزل المربع لهون. انا بضل زيد بهذا الخيار، بضل بزيد لحتى يوصل 20 او 50 او 100 او 150، يعني بتحمله شهر شهرين. اوكي، لحتى يزيد، لحتى يوصل المبلغ اللي انا بدي اياه. بنزل لتحت بشوف شو بيعطيني باليوم مثلا او بالساعة. اوكي، اذا بيكون عندك مليونين ولا 3 مليون ساتوشي او شو ما كان باللايت كوين بتحول لهون، لما بتشتري هذا الخيار بتضلك تزيد على هذا الخيار لحتى يوصل 50 او 100، بصير يعطيك باليوم هون مثلا باليوم 1 دولار، او بيكون عندك 100 مليون بيعطيك باليوم مثلا او 5 دولار. اوكي، بس بتشوف انه وصل 50 ولا 60 ولا 100، بترجع بتصفر العداد او بترجع بتاخذ هذا المربع، هذا المربع لحتى تحول على البيتكوين. بتجي تضغط على هذا الخيار، الخيار الاول الموجود في القائمة على رأس القائمة بيكون البيتكوين، تضغط على رمز البيتكوين بيرجع بيتحول المربع للبيتكوين. اوكي، فحاليا نحن عم نعدن بالبيتكوين، من شوي كنا عم نزيد قوة التعدين، يعني كانت عم تزيد شوي. وعندنا هذا الخيار الأخير اللي هو البونص. البونص بإمكانك تستفيد من البونص بأول يوم لما بتلعب، بإمكانك تستفيد تاخذ البونص دغري متعدل. يعني أي شخص بيدخل جديد بيفكر أنا لازم أبعث أموال ولا لأ، أنا عندي مثلا زاطوشي أبعث لأ، مباشرة تجي على كلمة فاوست. أوكي، تنزل لتحت انا ما راح يعطيني لانه انا اليوم اخذ، بس راح نعيد ايوه نعيد المشهد. بتيجي على الكابتشا وبتضغط على الكابتشا هون حاليا، اذا ما عجبتك بتغير مباشرة من هون، بيعطيك رمز نرجع بنعيد لانه اليوم ما بعرف شو صاير له، عم يعطي فيديو. اوكي، نتحمله شو نسوي. لازم تستنى هون 15 ثانية، 3 ثواني، ثانيتين. واذا بدك مثلا تضغط مباشرة بيعطيك الكلمة. اوكي، سكرامبل. تنزل لتحت بتضغط على خيار get fact rewards. تنزل لتحت شوف شلون.
لأنه أنا اليوم أخذت البونص، اليوم هو بيعطيك البونص باليوم مرة واحدة. شوف، you have already received the first rewards for today. أوكي، يعني ما راح يعطيني أنا اليوم لأنه أنا آخذ اليوم، اليوم أنا أخذت البونص. نرجع ننزل على الأكاونت. يعني هذا الموقع أي واحد فيه أي مشكلة بهذا الموقع بإمكانه مراسلتي أو يترك أي تعليق تحت الفيديو، ما في أي مشكلة. أو بالفيديو الماضي أنا حتى منزل رقم تليفوني تحت الفيديو، إذا حدا بده على الواتس أب يراسلني كمان ما في مشكلة. وبتمنى يكون الشرح كويس، وبتمنى الفيديو يكون يعني أعجب الشباب. لا تنسونا من لايك أو إعجاب، أوكي، أو شير. بتمنى لكل التوفيق وسلامات.